لاخ فيك الأمر، الفوز في الديربي ضد الوصل أعطانا دفعة معنوية وجاء في الوقت المناسب، أنعشنا ونعش الجماهير التي وقفت دائما بجانبنا رغم بدايتنا الصعبة. أتمنى أن يكون الحظ معنا في بقية المشوار. روني، إدارة الفيحاء قررت أنها تجدد عقدك لسنة 2021 وهو المهدد بشبح السقوط للدرجة الأولى. شخصيا أفكر في الحاضر ولا أفضل في الحديث عن المستقبل، ما يهمني الآن هو نتائج كلاعب مع النصر وما سأقدمه للفريق في بقية المشوار، الأمور الأخرى ستأتي في وقتها. روني، كنت هداف للدوري السعودي مع نادي الفيحاء، شو سر تألقك في هذه الفترة وتراجع مستواك بعدها؟ نعم، لم أسجل أهدافا كثيرة مع النصر مقارنة بالفيحاء، السبب هو تغيير خانتي مع الفريق. في الفيحاء كنت مهاجما وأنا هنا أقدم أدوارا أخرى. لم أطلب من المدرب تغيير وضعيتي في اللعب لأنني جزء من هذا الفريق ومطالب أن أقدم كل ما يطلب مني دون نقاش، المهم هو مصلحة الفريق. من جهتي سأقدم كل ما عندي لأترك بصمة مع نادي النصر. روني، إذا نزل الفيحاء للدرجة الأولى، هل ستستمر مع الفريق أم ستنتقل لفريق آخر؟ بصراحة سيكون الأمر معقدا ومن الصعب أن أتقبله. روني، سمعنا في الفترة الأخيرة أنك تلقيت مجموعة من العروض الاحترافية الخارجية، احكينا عليها لو سمحت. نعم، تلقيت عروضا عندما كنت في السعودية أو حتى بمجيئي إلى الإمارات، وكان هناك عرضا من نادي فراكفورت المكسيكي لكنه لم يكن جديا. روني، بعد ما لعبت في الدوري السعودي والدوري الإماراتي، شو هي أبرز أوجه الاختلاف ما بين الدوريين؟ الدوري السعودي دوري جماهيري وفيه الكثير من التنافس وخاصة بين النصر والهلال. مين لحسم لقب الدوري في السعودية؟ أنا شخصيا أرشح الهلال للتتويج باللقب. أفضل لاعب في الدوري سالم الدوسري. من هو أفضل لاعب تشيلي في الوقت الراهن؟ أرتورو فيدال. شكرا سادة الملاعب.